أهلا أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وحول الشق الآخر أيضا من اتفاق السويد وهو مسألة الأسرى، لا يزال الأمر يراوح مكانه، اجتماعات بين الحكومة وبين الحوثيين في عمان العاصمة الأردنية وكذلك أيضا برعاية الأمم المتحدة، لكن لا جديد في هذا الشأن، اتفاقات وملاحظات على اتفاقات أو قراءات معينة، ملفات يتسلم للبعض. اتفق الطرفان في الاجتماعات مؤخرا التي عقدت بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تبادل الملاحظات حول الإفادات خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة أيام ليتم الرد بعدها وتقديم الأدلة في غضون 10 أيام، وتشكيل لجنة للتقصي الحقائق على الأسماء المقدمة في الكشوفات من الطرفين من غير معروفين إلى جانب لجنة الجثامين والمفقودين، ليتم بعد هذه الإجراءات التوقيع النهائي على الكشوفات، ليتم بعد ذلك الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. يعني مسألة تضيع في التفاصيل دكتور، وهذه المسألة أيضا الشق الآخر من الاتفاق، كيف يبدو المسار فيه؟ تبادل الأسرى حتى في حال ما يكون هناك استعدادات يعني لدى الأطراف في الذهاب نحو تسوية، تبادل الأسرى حتى لا يعد من إجراءات بناء الثقة، يعد من جملة من الاستعدادات إعلان النية الصادقة نحو الذهاب للتسوية. ولذلك هم هذا تبادل الأسرى و16 ألف أسير هم أعطوا الموافقات وأعطوا بعض الوعود الواهية في الهواء، ولكن لن يتم تبادل الأسرى، وربما نأخذ 6 شهور سنة نتحدث عن الأسرى، عن عبدهم المخفيين، هناك مختفيين، يعني يأخذوا وقت مثل المسألة في الحديدة أيضا. لا، الحديدة نحن سندخل في الأسرى وحوار بعد حوار، لن يسلموا أسير، وحتى وإن بادلوا 10 أو 20 شخص بينهم ما يسمى بالقناديل، ربما هم يبادلون القناديل مقابل زنابيل لمصالحهم، 10 20 100 قنديل مقابل زنبيل، لكن 16 ألف لم يظهروا. سندخل في شكوك، سندخل في حوارات وكيفية التسوية، في إنكار أيضا، هناك إنكار لجوم فيصل رجب، إنكار لجوم هم الآن قحطان. لا، الهدف ليس الأسرى، الهدف ما هو الهدف؟ هذا الحوثيين قوة سلطة لديهم أسرى، وهذه دول تحالف لديهم أسرى، سلطة مقابل سلطة، هنا سلطة مقابل سلطة. إذن هم حققوا الهدف، الهدف هو نحن سلطة، سلطة واقعية، لدينا أسرى، اعترفتم بنا، لدينا أسرى، هذا هو الهدف. لن الأسرى بعدين موضوع ثاني، تفصيل آخر، تفصيل آخر. لذلك الحوثيين لعبوها صح، يعني 16 ألف هذه قوائم، نحن 100 شخص ما لا نستطيع أن نحسمهم، 16 ألف، لأن الوضع القانوني للحوثي هو جماعة مجرمة تختطفها الناس، ليس حتى أسرى من حتى أنا البارح كنت أقرأ الأسرى هي بين دولتين، لا أنا البارح الوضع القانوني، يعني في حاجة اسمها اللي هي هونتا هونتا، حتى الأوروبيين يتلاعبون، هو يعني اللي هو سوبر كانسل بمعنى المجلس السياسي للحوثيين، ليس مجلس سياسي، هو اسمه هونتا. هونتا المصطلح السياسي يعني مجلس سياسي أو عسكري استولى على السلطة بالقوة، لذلك هذا المصطلح، هذا غير اللي هو المجلس السياسي اللي يقول لك اللي هو الحوثي، يعني أيوة اللي هو بوليتيكال كانسل، يعني بوليتيكال كانسل يعني شرعي، لكن المصطلح الحقيقي لهؤلاء اللي هي هونتا، هونتا اللي هي من أصول أسبانية اللي هي GUNT بمعنى جماعة استولت على السلطة باي فورس، بالقوة. لذلك أصحابنا لا قادرين يوصفوا مجلس سياسي، يقول لك المجلس السياسي الحوثيين، المجلس السياسي تمنحه شرعية اسمه هونتا، هناك مسائل كثيرة، هناك يعني مسائل. لذلك الحوثيين لن يسلموا أسرى، حققوا الهدف، الهدف هو أنه نحن طرفين متنازعين، لدينا أسرى، لديكم أسرى، إذا نحن للدين، انتهى الموضوع. في الحديدة سنسلم الميناء بعد شهر، 2 شهر، 6 شهور للأمم المتحدة لفريق مشترك، الدول التحالف هذه القوية، الإمارات والسعودية والسلطة، هي لا فرق بينها وبين ماليشية القرن 14، لا فرق. بعدين أنا الذي أخشى أنه خلال الأيام القادمة سيظهر لدينا لاعب جديد في الحقل اللي هو الحراك الجنوبي، المجلس الانتقالي. سأعود إلى هذه النقطة لكن بعد الذهاب إلى عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ عبد الرحمن، هل تتفق مع طرح الأستاذ فيما يخص مسألة التفاوض مع الحوثيين مع الأسرى، أنه يشرع للحوثيين كسلطة مقابل سلطة، وأن الحوثيين حققوا هذا الغرض، ومن الواضح أنهم غير جادين مثلا في تبادل هذه المسألة، المختطفين مقابل أسرى، هل نكون قد أخطأنا أخطأت الحكومة الشرعية في هذه المسألة؟
نعم أتفق مع ما طرح الدكتور 100%، وهو طرح كلام جميل وواقعي. يعني أنا أعتقد أن الدكتور هو في نفس الوقت الذي هو يحلل هو يقول الواقع، يعني يحكي الواقع الذي هو موجود. فعلا الحوثيين حققوا كل شيء والشرعية لم تحقق شيء، بل إنما نعتقد أنه ما حدث يعتبر عملية نكسة. لم تستطع الشرعية أن تأخذ الدروس من المفاوضات السابقة، ابتداء من مؤتمر الحوار الوطني الذي كان الحوثيين يحاورون في نفس اللحظة في قاعة موزمبيق، وفي نفس اللحظة هم كانوا يتجهون إلى صنعاء، ومستمرة الحكومة في مفاوضاتهم. وفي كما يدلعهم المجتمع الدولي اليوم، كانت الحكومة هي التي تدلعهم سابقا. لكن دعني أتكلم في نقطة مهمة، وهي قضية الأسرى، ونحن نركز على قضية الأسرى باعتبارها قضية إنسانية مؤلمة جدا في الشارع اليمني، باعتبارها يعني أصبحت ظاهرة. يعني في كل منطقة، في كل بيت، في كل قرية يوجد هناك أسير، ويوجد وجع وألم. الحوثيين من لا يهمهم قضية الأسرى فقط، هو يهمهم ما ذكر الدكتور، هو تحقيق الاعتراف، تحقيق أنهم تحولوا إلى طرف، والحكومة هي طرف، ليس عبارة عن عصابة ومجموعة مسلحة، وإنما أصبحت هناك طرفين نزاع في اليمن كما ذكر الدكتور. والحوثيين يعني هم ما يهمهم هو ذكر الدكتور السابق يعني مجموعتهم القناديل، هم المفاوضات حتى إلى الآن يفاوضوا على مجموعة صغيرة هي التي تهمهم، بينما يتركوا الآخرين الذين يسمونهم الزنابيل لا يهمهم، حتى ولو كان عددهم بالمئات أو حتى ولو وصلوا إلى آلاف لا يهمهم أي حد من هؤلاء. الحوثيين يتعاملوا يعني عصابة، هي عصابة مسلحة استولت على السلطة وتتعامل بكل أجهزة الدولة، وتحاول الآن تفرض نفسها كدولة. يعني لديهم محاكمات، لديهم يعني استولوا على القضاء وطوعوا القضاء لمصلحتهم ويحاكموا المعتقلين، بينما الحكومة الشرعية التي تمتلك الشرعية ويعترفها العالم كله لم تستطع أن تقدم شخص حوثي ممن ارتكبوا هذه الجرائم هي المحاكمة، حتى الذي تم اعتقالهم، حتى يعني محاكمات غيابية لم تستطع أن تحرك ملف قانوني واحد. الحكومة تنطبق من شرعيتها، هي تتعامل يعني الحكومة الشرعية، اعترف العالم كله بأنها الحكومة الشرعية، عدا هي نفسها لا تعترف نفسها ولا تشتغل شيء، يعني ضايعة بالفعل، ولا تمارس حتى يعني كدولة، لا تمارس خطوات كدولة يعني أدوات قانونية، وإنما تركت كل شيء للتفاوض وتخرج في كل مفاوضات تخرج خاسرة. وأيضا هناك فشل كبير جدا في التحالف العربي الذي يسند الحكومة، وأعتقد أنه بسبب الصراع اللي موجود والتباينات اللي موجودة، المجموعات المسلحة التي الغايات والأهداف التي موجودة، أعتقد أنها شكلت يعني نكسة كبيرة جدا للشعب اليمني الذي كان يحلم بأن يستعيد دولته ويحلم بأن يعود إذن إلى وطنه كمشردين وكنازحين. نعم، إذن هو ملف آخر تخفق فيه الشرعية التي كما قلت عجزت حتى عن الاشتغال على ملف قانوني يوصف الحالة الإجرامية للحوثي وللاختطافات التي نفذها بحق اليمنيين. عبد الرحمن برمان، المحامي والناشط الحقوقي، شكرا لك. دكتور، حول هذه المسألة، حتى المحاكم والنيابات العامة في المناطق الحرة معطلة، وهناك إضرابات للقضاء والمحامين في عدن مثلا تطالب بتفعيل هذه المسائل. الاشتغال على ملف تفاوضي كحقوقي يستجدي الحوثيين، لكن لم يوثق أي ملف قانوني لهذه الجرائم، جرائم الحوثي. أنا قلت أو على الأقل محاكم، نيابات، دعاوي، حتى وإن كانت غيابيا. أولا، عندما يتم هنالك انقلاب ينبغي أن يكون هنالك إحلال، يسمها replacement، معنى هذه عملية سهلة نقولها للإمارات، يعني دعنا نقولها للإمارات اليوم نحن في مع دول التحالف، حتى أنا لا أحب استعراض الكلمات، لكن دعنا نستعرض. أنا منذ البارحة وأنا أستعرض على هؤلاء، نقول لهم نحن ندرك ماذا تفكرون فيه، في حاجة اسمها نزع الشرعية. هم نزعوا الشرعية من السلطة اليمنية من خلال إيجاد ما يسمى بالميليشيات، ثم أضعفوا عودة السلطة الجغرافية، ثم قضوا على السلطة القضائية لم تستطيع التفعيل، ولم يمكنوا مجلس النواب من الاجتماع، بالتالي أنت أمام سلطة فنادق، يعني مفرغة من مضمونها، يعني الصين يعطيها مصطلح حتى إنجليزي اسمه Hotels Authority، يعني سلطة هذا مصطلح لك مثلا يعني أقصد يعني ممكن نحن نخترع لهم مصطلح، يعني فضحونا يا أخي يعني أنت ليس لديك سلطة قضائية وليس لديك سلطة قضاء يعني تشريعية، ولا أنت موجود في الواقع، بالتالي يبدو هذا يناسب هذه
باعتباره المتصرف الوحيد بالخزانة بما يباع من قيمة المال. هو فقط الآن قيمة هادي في أنه عند انبثاق الحراك الجنوبي يسيطر على المؤسسات كما هو الحال في صنعاء، عليه أن يسلم السلطة لمجلس انتقالي. وللأسف الشديد أنا أقودها له، أنا قابلت هذا الرجل وأشاد بي، ولكني أصبت بخيبة أمل عند مقابلته، وأسمعه الآن صوتي أقول له أنت وعدت الشعب اليمني وقلت لن ترى الدنيا وأنا على قيد الحياة، أن اليمن يتمزق، وأني لن ليس في عهدي أن أترك اليمن يمنين، وليس في عهدي أن يسر اليمن لم هو عليه. نحن نقول لك يا رئيس الجمهورية، أنا أصبت بخيبة أمل بعد مقابلتك، أقول لك أن ما تقوم به الآن وجودك في الرياض وكل سياستك وكل تعييناتك هي ستؤدي إلى ما عكس ما كنت تصرح. لذلك على رئيس الجمهورية يعني الآن مش قادرين يعملوا، يعني هل يعني دولة من دول التحالف ترفض عقد اجتماع المجلس النواب؟ لا سلطة قضائية، ما عندهش فريق حتى حقوق الإنسان، يعني حتى وزارة حقوق الإنسان ليست وزارة، مجموعة شخصيات متنفعة ليس لديها ملفات، لا تستطيع يعني ليس لديها حتى أذرع ناعمة. ليس بالضرورة أن تكون الوزارة هي الفاعل، تستطيع تمويل 20 منظمة حقوق الإنسان غير مدنية دكتور للحركة. حتى أجهزة الدولة الصلبة، وزارة الداخلية، مخابرات، استخبارات، أم سياسي، جميع هذه لا توجد. لا ليس الدولة، الدولة هي فقط شيك يصرفوها هذه في وبيع نفط قليل من حضرموت وشبوه، والأحزاب السياسية مجموعة شخصيات متفعات تستلم مرتبات، تستلم مرتبات. يعني قضيت على الأحزاب السياسية، يعني تحولت الدولة دكتور يقال تحولت الدولة اليمنية من دولة بأجهزة إلى مجرد موظفين منتفعين يستلموا مرتبات بالدولار في الخارج. دعني ألخصها، رئيس جمهورية في فندق، الرئيس حكومة لا علاقة له بالحكومة، بالسياسة. هو يعني هو عبارة عن سكرتير للسفير السعودي، السفير السعودي. مجلس نواب يستلم 5000 ريال، يعني عفوا 5000 دولار شهريا من السعودية. سلطة قضائية عبارة عن شخص، مستشارين ووكلاء جيش بمرتبات بالدولارات، أحزاب سياسية عبارة عن مستشارين، مجتمع مدني لا يمول، كل من يمولوه مجموعة الصحفيين الذين حولهم يدفعوا لهم للتلميع. اثنين، هذا لا 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 انا اهين، لكن هذا ما يدار. يعني عمليات بائسه، شعبنا اليمني في السعوديه جنبهم وجنب رئيس الجمهوريه، يتم يعني فرض عليهم جزاءات، يتم ترحيلهم لليمن، لا يستطيعوا حتى تدخلهم. اذا دكتور بنعود لموضوعنا فيما يخص اتفاق المختطفين، الى جانب المختطفين يعني لن يصل نفس الفكره هناك ايضا. الحوثيين حققوا الهدف باننا من يعني شوف، أنا وأنت في صراع، أنا اعتبرني ضعيف وهش وأنت بكل جبروتك، عندي أسرى، إذن أنا مثلي مثلك، أنا الآن نتفاوض ندا لند، إذن نتفاوض، يعطيني الأسرى أعطيك الأسرى، إذن نحن حققنا الاعتراف، التقينا تحت الأمم المتحدة، تحت الأمم المتحدة. يعني الحوثيين سمون نان أكتور ستيت، وفي حاجة اسمها ديفكتو أثورتي، السلطة الواقعية، يعني هذا السلطة الواقعية دائما استخدموا هذا المصطلح، خاصة جريفيث، سلطة الأمر الواقع، ديفكتو أوثورتي، بمعنى أنه نحن نتعامل مع هذه السلطة الواقعية. شوف اليمنيين، نحن أنا أستخدم هذه الجمل ليس استعراضا، أستخدمها رسائل لجريفيث، رسائل للإمارات، نحن ندرك كيف تتحركون اليمنيين بتاعتنا، يتحركون إذن دكتور تحت ضغط دول التحالف على الشعب اليمني. بس جملة أخيرة، على الشعب اليمني أن يوجد كتلة ثالثة، وعلى كل القوى الوطنية أن تتحرك لدعم هذه السلطة الميتة، على الأقل تخرجها من هذه الزاوية، وإلا سنذهب في مرحلة صومالية في استقرار، في أكل وشرب، في أموال تأتي، قد يكون أيضا مزيد من الفوضى. لا ليس من فوضى، سيحافظون على عدم الفوضى، ولكن ليس هناك حرب وليس هناك استقرار. دولة. دكتور عبد الباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء، اشكرك على وجودك معي هذا المساء. اشكر ايضا الاستاذ عبد الرحمن برمان، الناشط الحقوقي والمحامي، وكذلك ايضا الاستاذ الحسن طاهر، محافظ محافظه الحديده، الذي كان معي في المحور الاول. اشكركم انتم بطبيعه الحال اعزائي المشاهدين، على امل اللقاء بكم في حلقه اخرى من حديث المساء، وفي امان الله.